تقع الهند في جنوب قارة آسيا وتحدها من الشمال الصين ونيبال وبوتان وأفغانستان، ومن الجنوب سريلانكا. أما من الغرب فتحدها باكستان وبحر العرب، ومن الشرق خليج البنغال، بنغلاديش ومينمار. تنقسم الهند إلى 28 ولاية بالإضافة إلى 7 مناطق اتحادية، وتعد نيو ديلهي العاصمة الرسمية للهند. أما أشهر المدن وأكبرها فهي مومباي، ديلهي ومدارس وحيدرباد. تعد الهند ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد جمهورية الصين الشعبية، إذ يبلغ عدد سكانها 1,344,000,000 نسمة حسب إحصاءات عام 2021. وتعد اللغتان الهندية والإنجليزية اللغتين الرسميتين في البلاد، كما يوجد عدد كبير من الديانات إضافة للهندوسية والإسلام والمسيحية والبوذية والسيخ. إن لكل دولة تقاليدها الخاصة بالزواج وطرق الاحتفال بها، ومن العادات الغريبة لدى الشعب الهندي في الزواج أن مصارف الزواج كالمهر وتجهيز البيت وحفل الزفاف أمورا واجبة على والد العروس، ولا يدفع العريس منها شيئا. وفي الهند يمنع القانون زواج شاب من الطبقات الفقيرة بفتاة من الطبقات العليا، أما إذا كان الشاب من الطبقات العليا فيسمح له بالزواج ممن يشاء، ولا يجوز الخروج عن هذه العادات مهما حدث. يأتي العريس إلى العرس محمولاً على حصان مزين خلال العرس. تتعدد الديانات والمعتقدات التي يؤمن بها الهنود، ولذلك يلاحظ أنهم يمتلكون بعض العادات والطقوس التي قد تكون غريبة بالنسبة لباقي دول العالم. ومن هذه المعتقدات هو حرق جثة الإنسان بعد موته، وذلك بوضعها وسط الأخشاب وإشعال النار فيها، إذ يعد ذلك تكريما للميت. يضحي الكثير من الهنود بشعر رؤوسهم في المعابد، ويصدر هذا الشعر لدول العالم، حيث تصنف الهند من أكثر الدول المصدرة للشعر البشري. قد يتطلب الدخول إلى بعض المعابد الزحف على الأرض بشكل دائري بدلاً من الدخول مشياً، حيث يسود الاعتقاد بأن الزحف في المعبد سيجنبهم الأمراض الجلدية. يعد البقر رمز الخصوبة في الهند، وهو حيوان مقدس لا يذبح، حتى إنه يمشي في الشوارع دون أن يعترضه أحد. توجد العديد من المهرجانات التي يجتمع بها الهنود للاحتفال بمناسبة ما أو حدث مهم من كل عام، وبعض هذه المهرجانات تقدم تسلية للحضور، وبعضها قد يلحق الأذى بهم. ومن هذه المهرجانات الهندية الغريبة الترانيم البوذية، وهو احتفال تقليدي يقام كل يوم في الأديرة والقرى التابعة لمدينة لداخ الهندية، إذ يقوم الكهنة بترديد تعاليم وفلسفة بوذا على شكل مجموعات. ومن الجدير بالذكر أنه قد تمت إضافة هذا التقليد عام 2012 إلى قائمة اليونسكو للتراث الثقافي. مهرجان المشي على النار. يقام في كل سنة مهرجان المشي على النار، والذي يمتد في الفترة ما بين شهري تشرين الأول أكتوبر وتشرين الثاني نوفمبر. يقوم فيه الذكور بتأدية طقوس تدل على إيمانهم العميق، وذلك من خلال المشي على الفحم الحارق، وهم يضعون على رؤوسهم وعاء من الحليب أو الماء. مهرجان عبادة الثعابين. يتقرب بعض الهنود للثعابين خلال مهرجان يعقد كل عام، فيقدمون لها الحليب والحلويات والزهور طلبا للأمن والسعادة. وقد تكون هذه الثعابين مصنعة من خشب أو حجر أو فضة، وقد تكون حقيقية. مهرجان هولي هو أحد المهرجانات التي تقام لاستقبال الربيع، ومن أكثر المهرجانات صخبا بالألوان في الهند.
إذ يقوم الجموع برمي بودرة الصباغة ورش الماء، بالإضافة إلى الرقص في الشوارع، ويعد هذا المهرجان تقليداً هندوسياً. مهرجان كيرالا. يقام هذا المهرجان كل عام في موسم الحصاد، إذ يتم فيه قرع الطبول وتقديم رقصة النمر، وهي عبارة عن حركات يؤديها الرجال بعد أن يرسموا على بطونهم وجه النمر، ويقال إن هذه الرقصة تقليد يعود إلى ما يقارب 200 عام. هذه كانت بعض العادات والتقاليد الغريبة والرائعة في الهند. ترقبوا المزيد من استكشاف الثقافة العالمية في الحلقة القادمة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.